وهناك يعني ضعف في الذاكرة، هناك قلة في التركيز، وهذا يساهم في تقوية الخلايا العصبية من الرأس حتى القدمين. ومستوى الذاكرة والتركيز قد تحسن عندك أيضا، وهذا ما لم تكن تشعر به. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد وحلقة جديدة مع ديتوكس. كثير منا في أثناء فترة الصيام تظهر لديه ظاهرة التنميل والتخدير في الأطراف، وقد تكون ما قبل الصيام ولكن زادت مع فترة الصيام. فهل هذه المشكلة سببها الصيام ولا هي راح تنحل بالصيام؟ تعال نشوف إيش حكاية هالخلايا العصبية هذه وإيش حكاية هذا التنميل. أولا، هذا التنميل وهذا التخدير هو مؤشر مهم جدا، يقول لك أن البنية التحتية للمغذيات لديك فيها خلل، وأقول فيها خلل وليس فيها نقص، لأن الخلل يحتمل الاحتمالين النقص والزيادة، تمام؟ وخص هنا بالذكر إلى عنصرين رئيسيين. المعدن الأول هو الكالسيوم، والشيء الثاني هو فيتامين وهو البي 12. كلاهما يجب أن يفحص، وتحديدا البي 12، لأن البي 12 سواء كان قليل أو زائد يعطينا في العديد من المرات نفس المظاهر ونفس الشكوى من التخدير والتنميل. فلا أستطيع البدء في تناول البي 12 دون فحص مسبق للبي 12، هذا أولا. الكالسيوم كذلك، هناك الكالسيوم الكلي وهناك الكالسيوم الأيوني. ماذا أفحص؟ أفحص الكالسيوم الأيوني، وكلاهما يخرج لدينا في فحص يسمى فحص المعادن أو ما يعرف بالإلكترولايتس. هنا المتوقع أن نجد الكالسيوم الأيوني متدني أو على الحد الأدنى، أما البي 12 فكلا الاحتمالين واردين، المنخفض والزائد. نبدأ بالمنخفض. حين يكون عندي انخفاض في الفيتامين بي 12 وهي الحالات الأكثر شيوعا، وانخفاض أيضا في الكالسيوم الأيوني، فأكون جازما أن هذا الشخص الذي يعاني هو يعاني أيضا من عملية سوء تغذية من الدرجة الأولى. ولماذا أقول من الدرجة الأولى؟ لأن هناك عدة مصادر يفتقدها هذا الشخص. مصادر البي 12 اللحوم الحمراء، فقد نجده إما نباتيا وإما من الناس الذين يخافون تناول اللحوم الحمراء لأنها ضارة ولأنها الأبقار تأخذ هرمونات وتأخذ أدوية وكل هذا الكلام، وبالتالي هو يختصر الموضوع ولا يتناول هذه الأمور ويعتقد أنه أصبح آمنا، وإحنا شفنا أنه لم يصبح آمنا. كذلك لم يتناول كبد الدجاج أو كبد الخراف أو كبد الأبقار من نفس المبدأ، أو أي شيء من هذه الأعضاء. وأيضا كما نقول وقع في الفخ للبي 12 وأصبح لديه نقص حاد في هذا الفيتامين. البي 12 يا جماعة الخير، أو هذا التنميل اللي أنت شعرتم فيه،
هذا مؤشر انه حتى الذاكرة، بدي ابدأ يعني من الاساس، حتى الذاكرة لديك صعبة، وهناك يعني ضعف في الذاكرة، هناك قلة في التركيز، وهذا كله سببه نقص في الفيتامين B12. كذلك الفيتامين B12 مهم جدا في الأعصاب المغذية للمعدة، فأي توتر نجد أن المعدة أصيبت بالتواء، وهذا ضعف في العصب وتوتر في هذا العصب. كذلك على مستوى الجهاز الهضمي، لا سيما في الأمعاء، فالأمعاء متأثرة جدا، وحركة القولون متأثرة جدا بوجود هذا الفيتامين الهام. فإذا افتقدنا هذه العناصر من الطبع سنشعر بعدة أمور، ولكن التنميل كان الواجهة لها. إذن ما هو الحل؟ الحل يتمركز في نقطتين. النقطة الأولى، يجب مواصلة الصيام، تمام؟ ففي هذا الصيام هو فرصة لحل هذه الالتهابات والتهاب الأعصاب، وحل أيضا في جانب آخر تقوية الأعصاب. الآن الجزء الثاني، وهو هذا متعلق تغذويا، يجب أن نعوض في مين؟ في محتوى البي 12 ومحتوى الكالسيوم. محتوى البي 12 يجب أن نعوضه أولا بالغذاء، ومصادر البي 12 محدودة، اللحوم الحمراء والأعضاء. هناك من يقول طب أنا بتناول اللحوم البيضاء، هل تكفي؟ لا تكفي. أتناول الأسماك، هو فيه إشي أحسن من السمك؟ على عيني وراسي، بس ما عنديش بي 12، أنا بدي أخذ بي 12، تمام؟ في كثير أشياء مفيدة، ولكن هذه الأشياء الكثيرة قد لا تحتوي البي 12 بكمية كبيرة، أو لا تحتوي بالمرة على بي 12، وبالتالي بالنسبة لحالتك أنت هي في الدرجة الثانية وليس في الدرجة الأولى. إذن لابد من تناول هذه الأمور، تناول الأعضاء، تناول اللحوم الحمراء، تناول الخراف. اللحوم الحمراء من الخراف أفضل من تناول اللحوم الحمراء من الأبقار على سبيل المثال. رقم اثنين، بدنا نتناول الأعضاء. هنا الأعضاء لك حرية الاختيار، بدك كبدة الدجاج ماشي الحال، بدك كبد الخراف بكون أفضل، كبد الأبقار ماشي الحال، وكذلك الطحل. الطحل هي يعني رمزية للبي 12، يعني هي الأكثر احتواء على البي 12، تمام؟ بما أن الفيتامين بي 12 هو من الفيتامينات الذائبة في الماء، فاحرص دوما أن تتناول كمية وافرة من الماء بعد تناول هذه الوجبة. وأيضا أنت طبقت القانون، كلوا واشربوا، تمام؟ طيب نيجي للكالسيوم. الكالسيوم كما تعودنا أن دائما نحصل على مصادر الكالسيوم مساء. في شهر رمضان فرصة ذهبية لتعويض الكالسيوم الأيوني والكالسيوم بشكل عام بكل يعني تفرعاته. لماذا؟ لأننا نبدأ في تناول الطعام بعد المغرب، وبالتالي دخلنا في المساء، وهذا الوقت المتاح. وإذا تناولنا وزعنا كمية 100 جرام من السمسم الأبيض الكامل من بعد المغرب حتى موعد الإمساك، يعني نكون حققنا 1000 ميلي جرام حاجتنا الطبيعية للكالسيوم التي نحتاجها بشكل إيش؟ بشكل يومي. وهذا شيء جميل جدا، وهذا يساهم في تقوية الخلايا العصبية من الرأس حتى القدمين، تمام؟
ولن تعاني خلال 48 إلى 72 ساعة بالكثير إن شاء الله، لن تعاني من أي تنميل، من أي تخدير، من أي مشكلة تخص هذا الجانب. وأضيف إلى ذلك أن المستوى الذهني، وهذا شيء مهم، ومستوى الذاكرة والتركيز قد تحسن عندك أيضا، وهذا ما لم تكن تشعر به أو كنت مستغرب ليش هذا المستوى قل عما سبق، وما ربطته أنت بقصة التنميل وقصة التخدير اللي حصلت معك. إذن الإجازة التي تحصل الأعضاء عليها الآن، والصوم الرائع جدا، ومدرسة الصيام، تعيد كما تشاهدون ترتيب الجسم وتهيئة الجسم. فيعني لا تفسدوا هذه النعم بأن نتناول يعني المدمرات الإنسانية والمشروبات المدمرة من مشروبات غازية وغيرها، ونفسد معاني الصيام التغذوية بهذه الأمور التي نتناولها وراء يعني الشهية، وراء شهواتنا، وراء كل هذه الأمور. فلنحافظ على صحتنا من خلال تطبيقنا للقانون التغذوي، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.